إذا نرى الآن كيف نغير هارد ديسك. يعني مثلا هذا يحصل معك عندما تصل في فورمات ولن يظهر معك نكس عند تكملة يونيكس. إذا ما حل هذا؟ حل ذلك عندك أي فلاشة اربطه في الجهاز. وربطنا فلاشة هذه في أي مكان تريد حرك أي شيء على فلاشة، سواء كان ويندوز أو أي نظام أخرى، قم بفورمات فلاشة أولا. هذا هو أدمن، لأن ممكن بعض الأوقات فلاشة يكون في سيستم معين لن ينجح معك العملية فيه، لكن في حرك ويندوز أو أي برامج يعني يتعلق بويندوز لازم يكون هذه فلاشة عندك في صيغة NTFS، مفهوم؟ لكن بعد ذلك في نقل ملفات داها في أي شيء أنت تريد. إذن شفت هذا في فات 32، ربما ينجح ربما لا ينجح، لكن الذي ليس فيه شك هو أن تغيره إلى NTFS، ثم بعد ذلك ستار، ثم بعد ذلك أوكي. لا ليس مشكلة. تمام، بعد ذلك بعد اوكي وكلوز الان نفتح البرامج الذي معنا نحرك به ويندوز على فلاشة. تمام، هنا راينا برامج، قلنا فيه برامج كثير الذي يكون معك ايضا في تحريك ويندوز على فلاشة، اليس كذلك؟ والبرنامج الذي نحن اخذناه هو هذا اللي هو ادمن، وربما ممكن بعض الاوقات تحول به ايضا لا ينجح معك في تثبيت ويندوز، اذا غير برنامج الى برنامج اخرى. كل هؤلاء برامج يحرك لك ويندوز على فلاشة، سوف ناخذهم بسرعة كل واحد. اذا الان نقوم بحرك البرنامج على فلاشة التي تقوم بحل ماذا؟ التي تقوم بحل تغيير هارد ديسك من جي بي تي الى ام بي ار، وهو اي برنامج هو هذا اسمه ميني تول بارتيشن. ممكن بعدين اعطيكم هذا الملف كاملا فيه كل ما نحن ناخذه في هذه الدوره. هو هذا البرنامج اسمه ميني تول بارتيشن. الان افتح البرنامج الذي تقوم بالحرق هكذا، ثم يس. الان فتح مائي. يوما ما قلت لكم تاكد انك تريد ان تنزل ويندوز في اي فلاشه، اليس كذلك؟ وقلنا ايضا ان البرنامج اوتوماتيك ياخذ فلاشه، لكن انا اعتمدت اليوم وربطت اثنين فلاشة. شفتم اثنين فلاشة الان في الجهاز. الان انا قمت بفورمات اي فلاشة، هل هو هذا جي؟ لكن شفتم عندما فتحت الجهاز مباشرة اختار مائي جي ايضا، ربما ممكن يختار لي اخرى غير جي هذا. اذا لازم ان اقوم بتغييره الى الذي عملت له فورمات حتى اتأكد من الحرف الذي امامه، ثم بعد ذلك اعطي الى هنا. هنا ممكن لو عندك على اي شكل غيره الى image ESO، لكن لو فرنسية يكون ESO image. اذا اعطي الى هذا partition الى يكون صغير، اعمل كليك. الان ابحث عن برنامج الذي اريد الحل به، وضعته عندي في فلاشة، ربما انت تكون وضعته في اي مكان. هو هنا اسمه ميني تول، هو هذا. كليك مرة عليه ثم اوبن، او كليك مرتين يأتي لك في داخل البرنامج. الان اقوم بجمار الان ثم اعمل وي. انتظر الان ريس ما ينتهي تحريك هذا. اذا هو لم تنجح معنا العملية. اذا تمام، شفتم ماذا حصل معي؟ هناك وضعته في NTFS، ولكن هنا أتى ب فات، أليس كذلك؟ تمام، إذا أقوم بإغلاق، أيوه،
تمام. إذن فلاشة معنا نفتح البرنامج اللي هو ريفيت هذا، دبل كليك ثم يس، ثم بعد ذلك الآن موجود معنا في انترفيس، نأتي إلى هنا فقط مباشرة ونختار اللي هو ميني تول هذا، ثم اوبن، ثم نعمل جماري واوكي. أتى إلى فات. اوكي ما في مشكلة. إذا في هذه الحالة أحاول أحرك هذا البرنامج بفلاشة في هذه البرنامج، لكن يرفض، لم ينجح معي العملية. في برنامج أخرى أيضا عندنا نجربه أيضا، يعني في برنامج أخرى لتحريك ويندوز على فلاشة اللي هو يحرك أكثر نسخة ويندوز على فلاشة اللي هو هذا. نقوم بكليك عليه مرتين ثم يس، ثم يسألنا عن أي مكان نحن نضع عليه، فنقول اكستراكت هنا مباشرة، حتى يضع في هنا، يعني يخرج الملف ويضعه في هنا، ننتظر ليس ما ينتهي. تمام، الآن هو أتى هكذا. إذا أعمل دبل كليك عليه ورأينا، يعني هنا أريد أن أفتح هذا الـ 32 وهذا الـ 64، إذا كيف أعرف ويندوز عندي 64 أو 32؟ رأينا هذا. إذا دبل كليك هكذا ثم يس، الآن هو فتح معي هكذا. تمام، أنتظر ليس ما يأتي عندي فلاشة هنا. تمام، الآن فلاشة أتى. كليك على مسار على اوتومات فورمات، ثم اضعه في انترفيس، ثم اتي الى جو، الآن أنتظر ليس ما يأتيني، يعني صبورة صغيرة، الآن العملية انتهت. تمام، أعمل يس أيضا ثم يس، الآن نقوم بالانتظار. تمام، إذا أتانا هذه صبورة أن العملية انتهت، ثم أعمل أوكي. عندما تنجح هذه العملية معك تجد هو غير فلاشة عندك إلى اسم وين سيت أب، معنى فورمات ناجحة، لكن لم يتغير الاسم، قم بنزع فلاشة وارجيه مرة أخرى، إذا هو سوف يعطيك وين سيت أب. لو عملت نفس الحكاية لم يأتي، إذا قم بالتجربة عملية مرة أخرى. تمام، الآن أريد حرك هذا الملف على الفلاشة، آتي إلى هذا المكان هنا اللي هو لينكس إي إس أو، ثم بعد في الآخر أمامه إي إس أو، هو يعني كوباتيبل إي إس أو، هنا أدفع له علامة ساعة هنا، ثم آتي إلى هذه الدائرة كليك أيضا. الآن أبحث عن أيزوليزي مائي، آتي إلى سطح المكتب اللي هو ميني تول ويزر هذا، أكف عليه ثم أعمل أوبنز، ثم بعد ذلك سميه بأي اسم أو اتركه في هذه الحالة ما فيه مشكلة، ثم أوكي. تمام، ثم بعد ذلك تأتي إلى Advanced Option، تدفع له علامة صح، ثم تأتي علامة صح في Custom Menu هنا، بعد ذلك ترفع علامة صح من Advanced، ثم تعمل كليك على Go هكذا إلى أن تنتظر إلى أن يأتيك رسالة أن العملية ناجحة. تمام، الآن أتتني رسالة أن العملية ناجحة، أوكي. تمام، الآن بعد ذلك أقوم ب، ممكن هذه العملية تعمله في أي جهاز أخرى، ربما يكون ويندوز عندك ليست يعني لا تشتغل، قم بعمل هذه العملية في أي جهاز أخرى، سواء هذا البرامج يعني خذهم وضعهم في هارد ديسك عندك، هارد ديسك خارجي، حتى عندما يحصل مشكلة في جهاز لا تشتغل خالص، تستطيع أن تهله أن تعمل هذه العملية في جهاز أي زميل لك. ثم بعد ذلك تقوم بإصدار الجهاز،
ثم نرى الحل الآلي.